طيب خلينا اقول لحضراتكم اهم وابرز الاخبار بشكل سريع من دقائق بالظبط. الاتحاد المصري لكره القدم اجل مباراه الاهلي والمقاولين في الدوري واللي كان مقرر ليها يوم 14 قبل 4 ايام من مباراه الترجي، فكده الاهلي ما بقاش عنده مباراه المقاولين، عنده بس ماتش انبي في كاس مصر، وبعد كده تلعب مع الترجي يوم 18 ومع الترجي تاني يوم 25 باذن الله. ده بخصوص الخبر ده، ودي حاجه مهمه بصراحه ومميزه من الاتحاد، كويس ان هم عملوا كده عشان برضو الاهلي مقبل على يعني مرحله مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، وهو الممثل المصري الوحيد في البطوله دي. طيب نطمن الناس على محمد هاني وقفشه. محمد هاني عنده شد خفيف قوي في العضله الاماميه، هم وصلوا خلاص، البعثه وصلت بالظبط من حوالي نص ساعه، نقول لهم الحمد لله على السلامه بعد الفوز بالسوبر، وصلوا من قطر، فهيتعمل اشاعه لمحمد هاني عشان نشوف حجم الاصابه. نفس الحال بالنسبه لقفشه، اللي امبارح التدخل كان صعب شويه، اعتقد ان هي التواء قوي في الكاحل، بس ان شاء الله باذن الله على حسب تاكيدات دكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق ان قفشه ان شاء الله الاصابه تكون بسيطه، برده الاشعه هي اللي هتحدد مدة الغياب، لكن إن شاء الله يلحق بإذن الله الماتشين الترجي، ده أمر مهم. الفريق هيستأنف تدريباته يوم الثلاثاء اللي جاي العصر، واخدين راحة 48 ساعة ويبتدوا الاستعداد بقى لمباراة المقاولين أو عفوا مباراة إنبي يوم الجمعة، وبعد كده مباراتي الترجي بإذن الله تعالى. طيب ده كل ما يتعلق ويخص النادي الأهلي.